الثانويه العامه على حسب يعني. طيب وبالنسبه للروبوتات؟ والله في كليه الروبوتات دي الطالب هيدرس كل ما يخص الروبوتات من كل النواحي العلميه بقى والنظريه والتحليليه، وده علشان الطالب لما يتخرج يبقى قادر انه يحدد المستقبل محتاج ايه من الذكاء الاصطناعي ده ويقدر يوظفه في مكانه الصح. وزي ما في اماكن بدات تستخدم الروبوتات في الوقت الحالي، اكيد بعد كام سنه الروبوتات هتحل مكان الانسان في وظائف معينه او حسب شطارتهم بقى في السيطره على الكوكب. الخوف بس من استخدام المصريين للروبوتات دي بعد كده. مش هنكتب بقى ولا ايه؟ ما تكتبش يا مولانا. مجنونه يا قوطة. طيب خلينا ندخل جوه كلية الروبوتات دي ونتعمق فيها شوية. الكلية دي هيكون فيها معامل كتير زي مثلا معمل الروبوتات، وده بيضم عدد من التصميمات اللي بتستخدم لأغراض البحث العلمي. كمان في كذا معمل كده تاني موضوعهم كبير مش هنشرح